انا والله ما بقيت عارفه انا ايه اللي مصبرني عليك كل ده يا دياب. ممكن اعرف حبيبتي متعصبه وبتزوم عليا ليه؟ انا كنت المفروض اسمع كلام ابويا، اشوف العريس اللي جايبه لي الفا وجاهز من مجاميعه. انا شامم ريحه خلعان. هو ابوكي ده ديله مش هيتعدل ابدا. دياب اتكلم على بابا عدل. قلت لك يا بنت اصبري عليا يومين، انشق على القطيع وساعتها هاخدك في حته بعيد محدش يعرف لنا طريق. انا شم ريحه الاسطوانه المشروخه اللي بسمعها كل يوم. لا دي ريحه غزال والله، كان نفسي تلحقي بس انت جيتي متاخر. خليك افضل استخف بدمك كده، هتفضل طول عمرك سلبي وديلك بين رجليك. لا لو قلتي ادبك همشي واسيبك، انا فيا اللي مكفيني اصلا. لا استنى يا دياب، انا مش بحلم بحاجه غير ان الجراوي بتوعي يشيلوا اسمك. خلاص يا بنت ما تعويش، يعني هو انا اكره؟ ما نفسي تبقي ام الجراوي بتوعي ونربيهم مع بعض تربيه نظيفه مش زي تربيتك. يا دياب وندخلهم نادي الصيد زي ما طول عمرنا بنحلم، ونغني لهم اغنيه حبنا كل يوم. عو 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 عو. طب مستني ايه يا دياب؟ انا خلاص بقى عندي 6 سنين وابويا مش هيستنى عليا اكتر من كده، ما انت عارف موضوع الانقراض ده واكل دماغه. طب بصي عشان ابقى صريح ومن غير لف ودوران، انت عارفاني بطبعي وفي، انا بصراحه مش قادر افارق امي اليومين دول، الست كبيره وعندها سعار، اسيبها لمين؟ والله جاي تقول الكلام ده يا حبيبي بعد ما قطعتني جنبك طول الوقت ده؟ بقول لك ايه يا دياب؟ نور عيون دياب. انا ماشي شوف لك كلبه. شامم ريحة وحدة. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في القرن 19 نشر الكاتب الإنجليزي روتشارد كيبلينج روايته ذا جانجل بوك اللي بطلها موكلي الطفل الصغير اللي انفصل عن عيلته وتربى في غابات الهند وسط الذئاب. قبل صدور الرواية سنة 1872 مجموعة من الصيادين خرجوا لرحلة صيد في غابات الهند الشمالية، فلمحوا قطيع من الذئاب معهم كان غريب. القطيع لمح الصيادين فاختفوا في وكر قريب. الصيادين قربوا من الكهف ولعوا النار عند المدخل فاتملى الكهف بالدخان والحرارة، فالدياب اللي جوه هربت. الروايات بتختلف، في اللي بيقولوا ان الصيادين قتلوه وفي اللي بيقول ان الصيادين اسروه، ولكنهم اتفاجئوا ان احد افراد هذا القطيع مش ذئب اللي هو احمد كلبه بيحور، كان معاهم ولد بشري ماشي على اطراف الاربعه ما بيتكلمش ولكنه بيعوي وبيزمجر. قاموا واخدين هذا الولد لملجأ وهناك ادوا له اسم سانيشار، وهي كلمه ارديه معناها يوم السبت. هنا ممكن تفكر ان موكلي قصه مبنيه على سانيشار، وده ممكن يكون صح لان كيبلينج كان عايش في مستعمرات بريطانيا في الهند وجايز يكون سمع عنه، وجايز يكون غلط لان لما قصه سانيشار انتشرت عالم الجيولوجيا الايرلندي فالنتاين بور بعت رسالة للقس المسؤول عن الملجأ يقول له بقول لك ايه، ما تحكي لي اكتر عن قصة الطفل اللي اتربى وسط الذئاب. فرد عليه الراجل برد غريب جدا، تقصد هذه واحد فيهم؟ انا عندي اكتر من ولد بالوصف ده. لو تقصد الولد اللي خرجوه من الوكر بالدخان، فالولد كون رابط مع انسان واحد وهو طفل تاني اتلقى برضه في الغابة. في نفس الفترة اتبلغ عن 4 اطفال مع الذئاب وولف تشيلدرن، وعلى مر السنين بدا يظهر غيرهم زي الحالة التاريخية للتوأم امالا وكمالا. يا اختي انت زي بقى والقافله سيري. التوأم اللي اتربوا مع ذئبه وكانوا بيخرجوا معاها يشربوا من النهر بنفس طريقتها. العندي لما تاخد الملجأ كانوا بيفضلوا يسحبوا الكلاب عن زمايلهم وكانوا بيتصرفوا كأنهم حيوانات برية. سانيشار مثلا كان بيشرب زي الكلاب، ما بيستحملش ملمس الهدوم، بيشم أي حاجة قبل ما ياكلها، بيعشق اللحمة المية وبيسن سنانه على العظم، مفتقد لسمات بشرية زي الضحك والابتسامة. طبعا الحالات دي جننت العلماء، أثارت أسئلتهم عن دماغتنا والسمات البشرية وتطور اللغة بقى وكل الحاجات دي. بصراحة يا عزيزي أنا كنت بحكي هذه القصة عشان أشد رجلك، أنت نجحت يا أبو حميد مبروك. ها عايز تقول إيه؟ أنا بصراحة عزيزي عايز أتكلم بقى على الذئاب. الكائنات المفترسه اللي لما شافوا طفل بدل ما يشوفوه فريسه قدموله الرعايه والكومباني. حتى يا ابو حميد ما كلنا كائنات رحيمه، انت بس اللي عشان عايش في المدينه، عايز انت لو قابلت كتكوت في الشارع هتفضل تاكله وتربيه لحد ما يكبر ويبقى فرخه وتاكله. انما بقى الذئاب اللي سمعتها سابقاها في عدائها مع البشر والماشيه، والدليل موجود على ملابس ذات الرداء الاحمر، مش ناسيين على فكره. ولكن خليني اقول لك ان تخيلات كتير عن الحيوانات في الغالب ما بتكونش شبه الحقيقه، وجالوا علينا ديابه واحنا ناس غلابه. الحقيقة عزيزي ان الذئاب بتتبنى اطفال مش اطفالها، واحيانا مش من نفس الفصيله كلها، وسلوك زي ده نادر في الثدييات. معلش يعني ليه تبنى فرد من فصيله تانية؟ دي حاجه ملهاش اي معنى، يهدروا وقت ومجهود وطاقه على حد غريب، وانا اكل نفسي واكل عيالي الاول. ويا سلام بقى لو كانت ام، فحليبها المفروض محفوظ لنسلها هيروح لحد غريب، ويا ريت بعد كده هيشيل اسمها ولا حتى جيناتها، ولا هيكون له دور في اي قطيع يروح. ده جاي من ابين مختلفين بجينات مختلفه خالص. ولكن الفريد في الذئاب هو تقديرها للعيله، وده مش كلام رومانسي، مفيش مكان في العالم لذئب منفرد.
القطيع شيء حتمي لنجاة الذئاب. الذئاب بتساعد بعضها في التربية، بيربوا صغار الذئاب التانية بدل ما يتسابوا يموتوا، بيضموهم للقطيع عشان يزودوا التنوع الجيني اللي جوه القطيع. والاحتواء ده زي ما شفنا بيمتد الأطفال من أنواع تانية. وخليني أقول لك إن الذئب مش هيتردد عشان يضحي بنفسه عشان القطيع. لو حسيتني يا عزيزي ببالغ، بص على الذئاب اللي عايشة معانا. احنا وسطينا دياب يا أبو أحمد. آه عزيزي أنت أكيد شفته النهاردة. هو عزيزي متوسط طول كده وبيمشي على أربع رجلين وبيقول هاو. مش ده الكلب؟ أيوه عزيزي الكلب. الكلب يا عزيزي يعتبر نوع من أنواع الديابة. بص على حلاوته وأخلاقه، وفاء وإخلاص لصاحبه، وبيدافع عنه بشكل مستميت، بشكل أصعب على منطق الطبيعة استيعابه. الخصال اللي موجودة في الكلاب دي ما هي إلا امتداد لإخلاص الذئاب لرفاقها في القطيع. الذئاب بتتشارك تقريبا في نفس الحمض النووي بتاع الكلاب الأليفة، اللي مفيش شك إنها بتنحدر من الذئاب الرمادية كانس لوبس، اللي حصل لبعضها تدجين من 14 ل 29 ألف سنة تقريبا، وأنتجوا كلاب بأنواعها اللي اسمها العلمي الكانس لوبس فاميليرز، الذئاب الأليفة. في نوع تاني عزيزي من الذئاب ما حصلوش تدجين، وهو الذئب الحبشي اللي بيسكن مرتفعات أثيوبيا وتحسه شبه التعلب أكتر، مش متبقي منه غير 500 فرد فقط. أما الكانس لوبس عددهم بيوصل ل 250 ألف، وفي منهم 40 نوع فرعي سب سبيشيز، أنواع صغيرة في الحجم كده ساكنين عندنا في الشرق الأوسط في الصحراء، زي الذئب العربي في السعودية وسيناء وفلسطين والأردن وسوريا. أما بقى الأنواع الأكبر فساكنة بقى في المناطق الشمالية من آسيا وأمريكا الشمالية، ودول أطول وأتقل من الذئب العربي. البشر الاوائل اللي كانوا بيصطادوا اكلهم اعجبوا جدا بالذئاب وبداوا يحاولوا يقلدوهم. العلماء بيعتقدوا ان البشر اتعلموا الصيد اصلا من الذئاب، وحسوا زي ما تقول كده بالالفه معاهم لان حسوهم شبههم، بينجحوا بالتعاون وبيعانوا من الوحده. فمواهب الذئاب في الصيد انتجت لنا كلاب صيد، وغريزتها في انها تعرف منطقتها وتدافع عنها انتجت لنا كلاب حراسه. في النهايه عزيزي الذئاب ما هي الا كلاب قررت انها تكمل حياتها في البريه. لو جينا نذاكر هذا القطيع هنلاقيه مكون من 6 ل 10 افراد، وممكن يوصلوا في بعض الاحيان ل 20 ذئب بينهم روابط اجتماعيه قويه، ودي الحاجات اللي بتخلي القطيع متماسك. اما لو ذئب منهم اصيب بيهتموا برعايته وبيراعوا معاه العواجيز، وده يا عزيزي لان الذئاب الاكبر في السن خبراء اكتر في الصيد، فبينقلوا معرفتهم من جيل لجيل، ولو فقدوا رفيق ليهم بيبان عليهم المعاناه والحزن على اللي فقدوه. قطيع الذئاب بيحكم منطقه واسعه مساحتها بتتراوح من 260 كيلومتر مربع لحد 2500 كيلومتر مربع. مفيش ذئب غريب يقدر يتسلل لمنطقته ولا هيتحول لفريسه، ولكن ممكن برضه في ظروف معينه يبلوا. زي ما قلنا لو كان مثلا ذئب صغير ممكن ناخده ونربيه عشان التنوع الجيني، بس طبعا المنطقه اللي هم عايشين فيها دي احيانا بتتغير لان مفيش اكل او مفيش ميه، فالذئاب بتسافر. لو جيت بصيت على هيكل الذئب هتلاقي ان دي كائنات مخلوقه للسفر والترحال، رجليها طويله وصدرها عميق واقدامها كبيره. رجل الذئب نفس حجم ايد الانسان تقريبا، ممكن تمشي لحد 20 كيلو في اليوم الواحد. جايز سرعته مش مبهره لكنهم بيراهنوا على قدرتهم على التحمل. طب معلش يا ابو احمد، الذئاب بالعدد ده بيتواصلوا مع بعض ازاي خصوصا في المساحات الكبيره دي؟ بيتواصلوا عزيزي من خلال تعبيرات الوش ووضعيه الجسم والديل. دي لغه الجسد يا ابو احمد. ده غير طبعا علامات الريحه والصوت وخصوصا العواء. كل ذئب ليه عواء مختلفه زي بصمه الصوابع كده. تنوع اصوات العواء بيساعد المجموعه انها تفضل متواصله. بيعوا عشان يجمعوا القطيع ويعرفوا اماكن بعض، وده بيسمح ليهم ان هم يتفرعوا عند الصيد في خلال منطقته، ويعوا رايح جاي عشان يحددوا مناطقهم من بعض. دي يا عزيزي لايف لوكيشن. الذئب الوحيد يقدر يصطاد طائر او سمكه او سحليه او غزاله، ممكن ياكل فاكهه، لكن المجموعه بقى بالصلاه على النبي تقدر تصطاد حيوان اكبر زي قطيع من الغزلان والايائل والموز. ايه يا ابو حميد الالفاظ دي صعبه عليا، شوف صورهم تطلع في الجرافيكس. اعمل حساب كل حاجه وكل ثغراتك عندي. لما الديابه دي بتخلص على الفريسه مش بياكلوا منها باعتدال. كل ذئب يا عزيزي ممكن ياكل 9 كيلو جرام في قعده واحده. ما عندهمش في اداب المائده غير ان الذئب الالفا هو اللي ياكل الاول. ايه يا ابو حميد، هم عندهم تمييزات طبقيه في الفا وفي مش الفا؟ ولما هم كده خليت احبهم ليه؟ يا قهوه، دي استراتيجيه عشان الذئاب يتعاونوا باقصى قدر ممكن في الصيد والدفاع عن منطقتهم. لازم يبقى في حد يجبرهم، عندهم بنيه اجتماعيه منظمه، تسلسل هرمي صارم. في قمه هذا التسلسل البريدنج بير او زوج الذئاب المتكاثر، الالفا ميل والالفا فيميل، دول الوحيدين يا عزيزي اللي لهم حق ان هم يتجوزوا. الفا يتجوز الفا. بعدهم بيجي ذئاب اقل في السلطه، الباحثين بيسموهم الذئاب بيتا. وجودهم مهم للقطيع لانهم زي ما تقول كده بيبقوا سكند ان كوماند. الذئب البيتا بيشارك في الصيد وكلمته بتمشي مع كل القطيع ما عدا الالفا، ولما الالفا بيتصاب او بيموت هو اللي بينوب عنه، وده طبعا لان مواجهه الفرايس احيانا بتتسبب في كسور في العظام والجماجم واحيانا بتعمل جروح. فوارد يعني ان الالفا يتكل على الله، هي الدنيا كده دواره، والبيتا يكبر ويمسك مكانه يبقى هو الالفا. الكلام ده على الذكور والاناث، يعني ممكن انثى بيتا تبقى ست القطيع لو الالفا مات. ولكن في هذا المجتمع الذكور بيهيمنوا على الذكور والاناث بيهيمنوا على الاناث. بعد بيتا بتيجي فئه الذئاب الاوميجا، عالمه الطبيعه الامريكيه جيمي داتشر وزوجها جيم داتشر اللي درسوا سلوك الذئاب لسنين وتشاركوا في 7 كتب عن الذئاب، قسموا الذئاب للثلاث فئات دول، الالفا البيتا الاوميجا.
حيث الأوميجا أدنى رتبة. دول يا عزيزي بيبقوا الملطشة بتاعت القطيع، ذئاب خاضعة بيوطوا رؤوسهم لو عدى ألفا، بيستنوا بواقي الأكل بعد ما المسيطرين ياكلوا اللحمة الحلوة. دول العواطلية بتوع مجتمع الذئاب، مالهمش مش حق يكونوا روابط بينهم زي الألفا، لأن أساسا مالهمش حق يتجوزوا أو ياخدوا قرار من نفسهم. طب يعني يا أبو حميد معلش التسلسل ده أبدي ما بيتغيرش؟ يعني سوفت وير نزل لهم من أول يوم نزلوا فيه على الأرض؟ لا يا عزيزي، النظام ده وارد جدا يتغير. أحيانا ذئب من رتبة قليلة يزهق من وضعه فيثور على الألفا، وده بيحصل في معارك قليلة، ولكن لأن استقرار القطيع شيء حتمي للبقاء فلازم الاثنين يتصالحوا. في دراسة اتعملت من 2008 ل 2009 على مجموعتين من الذئاب، الباحثين سجلوا سلوك الذئاب بعد المعارك وقارنوها بسلوكهم في وقت ما فيهوش صراع. وجدوا يا عزيزي إن الذئاب التابعة بعد المعركة هي اللي بتصالح المسيطرين عن طريق إن هم يلمسوا مناخيرهم أو يلحسوهم. الباحثين بيعتقدوا إن لمس المناخير هي الطريقة اللي الصغير بيعتذر للكبير بيها، وكل ما زادت حدة القتال كل ما زادت السلوكيات الودودة بعده. فكل عزيز ما ضربوا بعض كل ما يحبوا بعض أكتر بعدها، يعني طبعا الضعيف هو اللي بيحب في الكبير. مثال برضو عزيز، هناك نوع من أنواع الرياء ونوع من أنواع الطبقية اللي إحنا بنحاول نجملها زي ما إحنا بنجمل عالم الحيوان دايما. وأحيانا الذئب الخاضع بيقوم نايم على ظهره وتاني ديله بين رجليه. ده عزيزي مش بس خاضع كده، ده بيعرض أكتر نقط ضعف فيه للعالم، معدته وحلقه بيكشفهم للذئب المسيطر عليه كعلامة إن أنا بسلم نفسي مش معايا سلاح. الإقرار ده بيحصل عشان يحافظوا على التسلسل الهرمي اللي بيحفظ النظام، مين ياخد القرارات ومين لأ، مين ياكل الأول ومين ياكل الأخير، مين هنتعاون معاه ومين هنسحقه. ومع هذا النظام اللي ما بيخرش المية والبنية الاجتماعية المعقدة، بيوم قرر الذئب ما إنه يغادر القطيع وما يرجعش تاني ويسافر بره المنطقة لوحده، ودي ظاهرة معروفة بالذئب الوحيد أو اللون وولف. الذئب ده بيفضل ماشي مئات الكيلومترات لحد ما يهاجر من منطقته. تخلي هذا الذئب عن المجموعة بتاعته معناه إنه تخلى عن الحماية اللي هذا القطيع بيديها له. ممكن يا عزيزي يلاقي بشر فيقتلوه، أو يلاقي ذئاب تانيين فيقتلوه، أو يلاقي حيوانات مفترسة فتفترسه. ممكن عشان يلاقي وجبة آمنة يمشي مئات الأميال أو يلف حوالين مناطق ذئاب تانية، وهو بيشمشم طول الوقت عشان ما يتعداش حدود منطقته. كمان ما بيعويش عشان العواء ممكن يجذب الأنظار ليه. عشان كده الأجانب عندهم المصطلح المشهور بتاع اللون وولف، بيقولوه على الإنسان المستقل اللي بيفضل العزلة وبيشق طريقه بنفسه، مش مرتبط بأي حاجة عاطفية زي إن يبقى له أسرة أو حبيبة أو حتى أصحاب. ولكن في الذئاب العكس هو الصحيح. الدراسات بتقول إن هذه النوعية من الذئاب نوعية قليلة جدا، 15% بس من ذئاب العالم هم ذئاب منفردة، هم الاستثناء مش القاعدة. وكمان اللي بيدور عليه الذئب الوحيد ده ما هو إلا ذئب تاني. يعني يا أبو أحمد الكلام ده أنت قصدك إنه بيحاول يكون جماعة جديدة ما هواش إندبندنت ومعتمد على نفسه وعايز يعيش فرداني كده؟ الباحث إريك زيمن المتخصص في سلوك الكلاب والذئاب بيقول إن أحياناً الأكل بيقل في المنطقة فيبقى فيه عدوانية من القطيع. الحيوانات الصغيرة اللي مش أهل للمنافسة بتروح بتمشي من سن سنة أو سنتين مثلاً، أو يكون هناك ذئب صغير بيتعرض لتنمر من ذئب كبير فبيأذيه جسدياً وما يسيبوش ياكل. كل دي يا عزيزي ممكن تبقى دوافع ولكن ليست هي السبب. السبب الحقيقي في الرحيل هو الانتشار. الذئب بيسيب القطيع عشان يروح يكون قطيع خاص بيه هو ويستعمر منطقة جديدة ويبقى هو والأنثى اللي هيقابلها زعماء القطيع الجداد. المفاجأة عزيزي إن نظام القطيع ده ما بيحصلش في سياق ديكتاتوري. عالم الأحياء الأمريكي ديفيد ميش المتخصص في دراسة الذئاب بيقول إن مصطلح الذئب المسيطر أو الألفا وولف اللي بيتقال على قائد مجموعة الذئاب ده مصطلح مضلل، لأنه بيدي إحساس إن الذئب الألفا ده اتنافس واتعارك وضرب يمين وضرب شمال عشان هو يبقى قائد القطيع. ويا عزيزي حاجة ما بتحصلش غير في الحبس لما تبقى الذئاب دي محبوسة. ولكن الحقيقة إن اللي وصل الذئب الألفا إنه يبقى ألفا إنه اتجوز وخلف ناس بقى هم أفراد القطيع، بقى راجل البيت باختصار. القطيع هم أسر مكونة من آباء وأبناء وأخوات وممكن كمان بعض الأعمام والعمات، وأحياناً الذئاب الغريبة اللي القطيع وافق إنه يضمها. طب ليه الذئب الوحيد ما يتجوزش من نفس القطيع؟ دي حتى منطقة الذئاب 2000 كيلو وهم أول عن آخر 19 ذئاب، الدنيا مش زحمة يعني، ليه الفرهدة دي؟ خليني أقول لك، الذئب في قطيعه لو اتجوز هيبقى بيتجوز جواز قرايب، ومش محتاج أقول لك يا عزيزي جواز القرايب بيعمل إيه؟ بيجيب الفقر في الجينات. عشان كده عزيزي تلاقي الذئب لما يجي يتجوز ذئبة يحاولوا يختاروا ألوان مختلفة لبعض، لما هو يتجوز من قطيع تاني بياخد صفات كويسه منه، جسم اكبر، مناعه اقوى، قوائم اسرع، فك اشرس، او مش لازم تبقى صفه افضل، ممكن تبقى بس صفه مختلفه فتعمل تنوع جيني. سنة 1893 صياد محترف وعالم طبيعة اسمه إرنست تومسون وصل إلى ولاية نيو مكسيكو عشان يؤدي مهمة بعينها. في ذئب خارج عن القانون السكان سموه لوبو. لوبو كان ذئب رمادي اضطر إنه يصطاد الماشية بعد ما مستعمرات البشر قضت على فرايسه الطبيعية، وحصل اتفاق مع تومسون على مكافأة قدرها $1000 مقابل راس لوبو قائد المجموعة. قدامك أسبوعين بس ها وتجيب لي راس لوبو. تومسون كتب حكايته مع لوبو ونشرها في كتاب بعنوان Wild Animals I Have Known، حط له خمس قطع من الطعم عبارة عن
حيوانات مسممة وغطى ريحته البشرية بعناية وحط الطعم ده في منطقة لوبو. تاني يوم الخمس حيوانات المسمومة اختفوا، فتوقع تومسون ان لوبو مات لما كل الحيوانات اللي فيها سم. لكنه عزيزي بعد فترة لقى ان الطعوم كلها متغطية في كومة من البراز، وكأن الذئب بيقول له العب غيرها، فاشترى مصايد جديدة ومتخصصة وخفاها كويس جدا. ولكن كل ده ما جابش نتيجة لما لقى بالاخص علامات رجلين لوبو بتستكشف كل الفخاخ فخ فخ. المهمة اللي كانت مفروض تخلص في اسبوعين قعدت لها اكتر من 4 شهور، 4 شهور من المحاولات الفاشلة. وفي ليلة من الليالي اثناء بحث تومسون بيتتبع اثار اقدام لوبو ولقى جنبها اثار اقدام ذئب اصغر، وهنا عزيزي عرف نقطة ضعف رفيقته ذئبة بيضة سماها بلانكا. ابتدى تومسون يعمل افخاخ تانية يستهدف بيها حبيبة القلب السنيورة بلانكا، يمحط لها في الافخاخ دي رؤوس ماشية. وبالفعل يا عزيزي بلانكا بتقع في الفخ. لما بتقع بلانكا في الفخ تومسون بيروح للفخ يبص عليها، فبيلاقي لوبو جنبها وهي على الارض بتتألم. لوبو لما شاف البشر جايين جري المسافة امنة عشان يراقبهم، وشافهم وهم بيحاصروا حبيبته وبيقتلوها وبيجروها بخيولهم. تومسون بيحكي انه فضل يسمع عواء لوبو لمدة يومين، المرة دي مش عواء عالي ومتحدد، ده طويل وحزين ومليان حرقة. وبعد اختفاء الناس لوبو فضل يمشي ورا آثار بلانكا لحد ما وصل للمزرعة اللي حبسوا فيها جثتها. الحزن اللي كان فيه كان مأثر على احساسه بالحذر، ما ادركش ان الطعم المرة دي كانت ريحة بلانكا. وفي 31 يناير 1894 اتقبض على لوبو بمصيادة قفلت على رجوله الأربعة، ورغم اصاباته الا انه لما شاف الصياد وقف واستمر في العواء. تومسون ورجالته كمموا بقه وثبتوه على حصان وخدوه المزرعة، سلسلوه وربطوه في مملكته اللي سيطر عليها لسنين، رفض انه ياكل او حتى يبص لهم. تومسون الحقيقة حاول يحتفظ بلوبو على قيد الحياة، ولكن يقال ان لوبو مات بعد 4 ساعات مش من الاصابات ولكن من الحزن. احتفظ تومسون بفرو لوبو اللي اتنقل بعدها لمتحف في نيو مكس، وكتب قصته اللي ساهمت في تغيير وجهات النظر تجاه الحيوانات البرية، وكان سبب ان مع نهاية القرن العشرين تتوجد سياسات للحفاظ على الحياة البرية وبرامج لإعادة الذئاب للبرية وحمايتها. الذئاب بطبيعة الحال بتشكل خطر، بس في فرق كبير بين احنا نتجنبهم وندافع عن ممتلكاتنا، وبين ان يكون في رياضة لهزيمة الذئاب، وبين ان يبقى في رياضة لاصطياد الذئاب وتبقى مصدر للتفاخر بين الناس. في حملات إبادة حصلت خلت الذئب في بعض المناطق مهدد بالانقراض. انت متخيل يا عزيزي احنا بنعمل في الذئب ايه؟ الذئب اللي قدر يحتوي اطفال زي ما حصل في الهند كانهم فرد من قطيعه. الذئاب زينا استمدوا قوتهم من اعدائهم واتطوروا في عائلات عندهم حياه عاطفيه كامله، بيلعبوا وبيحبوا، بيقدموا صغارهم وبيزعلوا على موتاهم، ليهم شخصيات مختلفه زينا، بعضهم قاده وبعضهم عشاق وبعضهم مغامرين. احنا الاثنين كائنات تيراتوريال، هم بيعوا عشان يطالبوا بمنطقتهم واحنا بنعمل منطقتنا باسلاك شيكه وبحدود. حتى قتل الذئاب للذئاب في حروب النفوذ هو السبب الطبيعي الاول لموت الذئاب. وبرضه البشر كده، احنا كبشر اكتر ناس بتقتل بشر على الكوكب. وعلى راي ريك لامبلوك مؤلف كتاب ان ذا تمبل اوف وولفز اننا والذئاب بنحب نفس اللحمه، البقر والضاني والغزلان، وده يمكن يكون سبب الصراع الحقيقي. يا نهار اسود يا ابو حميد، المعركه دي كلها معركه على الهبر. للاسف يا عزيزي هو ده سبب الصراع الحقيقي. اعدام الذئاب غير انه ظالم بس عمره ما كان حل لنهايه المعركه دي. الدراسات اللي اتعملت عن تاثير ازاله المفترسين بتاكد انها نادرا ما بتنجح. اشهر مثال لما المزارعين اشتكوا ان الفهود بتاكل الاغنام في جنوب افريقيا فاعدموهم اعدام شامل. الاحصاءات وجدت ان ده في النهايه زود خسائر الثروه الحيوانيه بنسبه 27%، لان يا عزيزي زي ما شفنا في احد الحلقات قبل كده المفترسين جزء اساسي من النظام البيئي، بيتحكموا في عدد الفرايس والمفترسين الصغيرين زي الراكون والعرس. النظام البيئي شبكه معقده والخدمات اللي بيقدمها لنا ما تتعوضش، ومن الحكمه ان نحافظ عليها. والحل يا عزيزي في التعايش، نبني حظائر متامنه ونحوطها باسوار عاليه، نحترم طبيعتهم فما يضطروش يهاجمونا. ولكن يا عزيزي الاباده بتيجي على دماغنا احنا في الاخر، لان احنا كل ما بنعرف اكتر كل ما بندرك ان شيطانه المفترسين ومعاداتهم مش في صالحنا، وبنحترم كونهم جزء من النظام اللي بيحافظ على حياتنا ورفاهيتنا. بس كده يا عزيزي، لو انت مش ذئب ارجوك شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجايه، انزل بص على المصادر، لو احنا على اليوتيوب اشترك على القناه. عارف يا عزيزي ان لوبو لما راح رفع قضيه على الناس اللي قتلوا حبيبته عارف كلم مين؟ عارف طبعا يا عزيزي كلم انهي محامي؟ هو يا ابو حميد امال في متوقع شويه يا عزيزي، بس مهاراتي في رمي الافيهات ما عدتش بالحرفنه بتاعت زمان، محتاج اتمرن شويه.